مساء الخير، مرحبا يا حلوين. عسانا اليوم ابي اسوي اندومي بالخضار. اول شيء نسلق اندومي، خلاص على طول ما نكسر العصير الثوم، نشفيها اندومي، ثم نضيف عليه جزر، ثم فلفل بارد، ثم كروم، ثم حطوا عليه بهارات اندومي. ثم نخلط. ثم حطوا صويا الحلو. ثم حطوا عليه اندومي. شوف كيف جميلة 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 جدا. ثم نكسر عليه بيض، ثم نحط على بيض، وبصل، وكرابس. جميل. تفضل على العشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. Mmm.